السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً معرض لوس أنجلوس ما حيكون له طعم من غير أنه نجي ونزور جناح نيسان ونشوف السيارة اللي دشنوها. السيارة مهمة جداً خصوصاً عندنا في سوق الشرق الأوسط، خاصة عندنا في السعودية. إيش هي السيارة؟ نيسان ماكسيما. كشفت نيسان عن سيارتها الماكسيما اللي هي تحديثات وتجديدات منتصف العمر. بالنسبة للتصميم اتحسنت الماكسيما من جميع الجوانب، بداية من الواجهة الأمامية اللي حصلت على شبك تهوية مستوحى من لغة الفيموشن التصميمية، طبعا محاطة بأضواء أمامية طراز LED بتصميم داخلي جديد. نشوف جانب السيارة أصبح رياضي، خطوط بارزة عليها خصوصا زي ما تشوفوا اللي هو الروف لاين أو خط السقف النازل لتحت، يعطيها شكل رياضي مميز. الواجهة الخلفية لاحظ أنه الأضواء الخلفية اتجددت بشكل بسيط جدا، كمان تغير تصميم الصدام وأصبح يندمج مع فتحات العادم الرباعية. شكلها جميل ورياضي وبيعطي رونق مختلف عن الجيل السابق. وكمان زودوا بجناح صغير على غطاء صندوق الأمتعة، هذا الجناح بيتوفر فيه طراز SR. أضافت الشركة كمان خيارات جديدة للجنوط في كل فئات ماكسيما، لكن جنوط الهايبر سيلفر المميزة مقاس 19 بوصة هتتوفر في فئة البلاتينوم حصريا، بالإضافة لخيارات جديدة للألوان الخارجية. مقصورة الماكسيما موديل 2019 مقصورة مختلفة تماما، اتجددت وتحدثت وتيجي بتطريزات جديدة للمقاعد والسقف في فئات SR والبلاتينوم ريزيرف باكج. كمان تتميز البلاتينوم ريزيرف باكج بفرش من جلد اللي هو باكودا تان الموجود في طراز GTR الرياضي، واصبحت المقاعد الخلفية مزودة بميزة التدفئة. وتيجي فئة اللي هي SR Premium Package مع فتحة سقف بانورامية مزدوجة. على صعيد تقنيات السلامة هتتوفر في ماكسيما موديل 2019 مجموعة سيفتي شيلد 360 أو 360 الاختيارية لأول مرة، اللي تشمل مكابح الطوارئ الآلية مع ميزة التعرف على المشاة ونظام النقطة العمياء ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية ونظام التحذير من مغادرة المسار والإضاءة العالية الآلية. كل هذه التقنيات هتتوفر بصورة قياسية في فئات بلاتينوم و SR Premium Package، لكنها هتكون اختيارية في الفئات الأقل. أما بالنسبة لمحرك السيارة، وفروا محرك سعة 3.5 لتر 6 سلندر بيعطي قوة 300 حصان ويرتبط بناقل حركة CVT. شركة نيسان ما أفصحت للآن عن أسعار الماكسيما، لكن قالت إنها حتتوفر في الأسواق الأمريكية الشهر القادم، وأتوقع إنها ما حتتأخر من وصول السيارة هذه المهمة جدا عندنا في أسواق الشرق الأوسط. الأسعار حتختلف نوعا ما عن الأسعار اللي هم حيعلنوا عنها في أمريكا، لكن أنا شايف إنه سعرها حيكون منافس جدا في فئتها خصوصا لما نحطها قدام الأفالون الجديدة. والآن حنخرج نحن من جناح نيسان وحنروح لجناح تاني ونشوف إيش السيارات الجديدة اللي استعرضوها في جناحهم. خليكم معنا.